ازيكم كلكم؟ هنعمل فيديو جديد النهارده. فكرنا ان احنا نتكلم عن نسبه الصفرة عند الاطفال. الصفرة دي بتيجي لمعظم الاطفال، نسبه كبيره قوي، حوالي 50% او اكتر من الاطفال حديثي الولاده. ناس كتير بتقلق منها، خصوصا مثلا لو في طفل قبل كده اتحجز عندنا بالصفرة والكلام ده بنقلق شويه. المهم ان احنا نعرف ان احنا الصفرة بتاعتنا احنا ككبار بيبقى نسبتها في الدم واحد. طبعا الطفل اول ما بيتولد بيبقى نسبة صفرة عنده عالية شوية، تبقى راوند ال10 يعني. بنبدأ نقلق منها او نحتاج ان احنا نحجز الاطفال لما الصفرة تبقى اكتر من 15، والصفرة دي ممكن انها تبدأ تأذي العيلة وعدت 20. فطبعا احنا لو لقينا صفرة مثلا 7 8 5 الكلام دوت ما بنبقاش قلقين منه قوي، بس برضه بتفرق على حسب الصفرة جت في اليوم الكامل. الصفرة اللي بتيجي في اول يوم دي غالبا بتبقى صفرة مش كويسة، دي مثلا بتحصل نتيجة مشكلة مثلا في نسبة الار اتش، يعني الار اتش النيجاتيف، او حاجة اسمها اي بي او، بيبقى اختلاف في وظائف الدم، في فصائل الدم ما بين الاب والام والطفل والكلام دوت. دي غالبا بتحتاج حجز لانها بتعلى بنسبة كبيرة. الصفرة الفسيولوجية اللي هي بتيجي في تاني يوم تالت يوم، وبعدين بترفع مثلا في اول اسبوع، بعد كده بتبدأ ترجع تنزل تاني على ما بتنزل الطبيعي بتاعها، بتاخد ال 40 يوم الاولانيين. الصفرة الفسيولوجية دي هي اللي بنتكلم فيها، اللي احنا النسبة بتاعتها تبقى الراوند ال10 8 9 11 12، الحاجات دي بتبقى مش محتاجه حجز، خصوصا لو الطفل بيرضع كويس فايق. مهم جدا ان احنا عشان نخلي الصفره دي تنزل ان احنا نخلي الطفل ده يرضع كويس. الرضاعه كويسه دي اهم حاجه بتخلي الصفره تنزل، غير كده الضوء الابيض ده ملوش لازمه، ملوش علاقه قوي. الجلوكوز اللي بنديه للطفل ده ملوش علاقه قوي. القصه كلها قصه رضاعه، وان احنا نشوف الـ العلامات الحيوية بتاعت الطفل، فايق بيعيط بيرضع بتاع، خلاص ما عندناش مشكلة. نبدأ نحتاج إن احنا نحجز البيبي ده إمتى؟ لو الصفرة عدت 15 بنحتاج إن احنا نحجزه، وبياخد علاج ضوئي في الحضانة عشان الصفرة ما تكسرش ال 20 وما يبقاش في أذى على الطفل. طيب لو الطفل عدى أسبوع والصفرة بتاعته ابتدت تعلى، يعني الطفل هو مثلا في الأسبوع الأولاني ما فيش صفرة، حاجة خفيفة، بعد الأسبوع أو في 10 أيام ابتدت الصفرة بتاعته تعلى شوية، ده غالبا بيبقى حاجة اسمها بريست ميلك جوندس. البريست ميلك جوندس دوت ده بيكون صفرة نتيجة لبن الأم، ده بنوقف رضاعة طبيعية مثلا 48 ساعة، وبعد كده بنبدأ نرجعها تاني، بندي في الفترة ديت لبن صناعي فورمولا يعني، وبعد كده بنبدأ نرجع اللبن الطبيعي تاني، والصفرة دي بتختفي خالص. صفرة كل مشكلتها إنها ممكن بتخش على المخ وبتعمل مثلا شوية تشنجات أو الكلام ده. الطفل لما بيعدي أسبوع بيبدأ الموضوع ده بيبقى صعب إن هو يحصل للطفل، فعشان كده بنقلقش من الصفرة العالية أوي بعد الاسبوع. قلنا الصفرة اللي بتيجي للطفل بتبدأ تنزل واحدة واحدة كده لحد ال 40 يوم، وبعد كده بتختفي خالص، ما بيبقاش فيها مشكلة، ما تزهوش في حاجة، ما عندناش مشاكل من الصفرة انها تأثر على الطفل قدام، طول ما احنا بنعالجها كويس وبنتابعها والكلام ده كده. موضوع الصفرة يا جماعة موضوع بسيط، ما نقلقش منه، نتعامل معاه كويس طول ما الطفل فايق وبيرضع وبيجيب ميزان كويس، احنا مش قلقانين منه خالص. شكرا.